ابنك وعجبني انك مشاركني بتبني. معانا الاستاذ الدكتور منصور النوبي منصور، عميد كليه الاثار بجامعه الاقصر. اهلا وسهلا بحضرتك. يا اهلا بحضرتك. حدثنا حضرتك عن استعدادات الكليه بمناسبه العام الدراسي الجديد. هو طبعا اعتقد كليه الاثار فرع الاقصر تعتبر من الكليات الجديده طبعا ضمن كليات الالسن والحاسبات، واعتقد هذه الكليه يعني لها اهميه خاصه بمدينه الاقصر، لان الاقصر كما تعلم هي مدينه الاثار، بها ثلث اثار العالم، ثلثي اثار مصر. فكان من الطبيعي طبعا ان يهتم الاستاذ الدكتور عباس منصور، استاذ الدكتور محمد سيد بدر محافظ الاقصر، بالاهتمام على انشاء هذه الكليه بالاقصر. وهناك استعدادات غير عاديه ايضا، لان مباني يعني تعتبر مباني جديده، تم تزويد المباني بكافه متطلبات الدراسيه في هذه الكليه، من معامل للترميم، من معامل للحاسبات والالكترونيات بكافه انواعها، بالاضافه الى تخصيص اليوم النهارده في مجلس الجامعه، وافق السيد الاستاذ الدكتور عباس منصور رئيس الجامعه على انشاء واقامه مكتبه متخصصه، يعني وتم تخصيص مبالغ يعني أعتقد تزيد عن 100,000 جنيه لشراء كتب جديدة، بالإضافة لإعداد عدد من المدرجات والقاعات. وأعتقد يعني كلية الأقصر حدث تعاون ما بين كلية الآثار ومن خلال الجامعة مع وزارة الآثار. حضرتك كنت عايز أعرف في ارتباط بين كلية الآثار بجامعة إنا مع كلية الآثار بجامعة الأقصر؟ طبعا ارتباط وثيق، لأن كلية الآثار فرع الأقصر ما زالت تعد فرع من كلية آثار قنا الكلية الأم. واعتقد هناك يعني في طريقها كليه الاثار للاستقلال عن كليه الاثار بقنا، واعتقد لن يكون هناك انفصال كلي، لحيث المكتبه المركزيه في جامعه جنوب الوادي، واعتقد الطلاب سيكون لهم يعني تردد دائم على كليه الاثار الام بقنا. بالنسبه للشغل العملي كليه الاثار، هل الشغل مناسب مع الطلبه في اوقات مختلفه؟ طبعا تعرف ان الاقصر من اهم مميزاتها ان بها عدد كبير من البعثات الاجنبيه التي تنقب عن الاثار وتقوم بترميم كثير من المعابد، وبالتالي تم مناقشه هذا الامر مع السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعه والسيد الاستاذ الدكتور وزير الاثار، وسوف يسمع، ومن خلال محافظ الاقصر الذي يعني اوجد هذا التعاون بين هذه البعثات وبين كليه الاثار الجديده. في نهايه حديثنا عايزين حضرتك توجه كلمه للطلبه. طبعا ده توجيه ونصائح عامه، اعتقد طلابنا عليهم بالاهتمام بالاطلاع، ويوجد في الاقصر مكتبه غير نمطيه وغير تقليديه، اعتقد مكتبه شيكاغو، وهناك اتفاقيه بين كليه الاثار وبين مكتبه شيكاغو التي تضم بين يعني ارففها اكثر من 50,000 كتاب في مجال الاثار، وبالتالي يجب عليهم زياره المكتبه من ان الى اخر.